فاكش. برضو مش حلو. اشمعنى يعني الناس صورها في الفيس والانستجرام شكلهم مبسوطين وبيضحكوا؟ طب ما تصور صورة عادية، مش لازم اضحك. بس اللي هيشوفوها هيقولوا عليا ايه؟ اكيد هيقولوا عليا كئيبة، او هيقولوا انها زعلانة عشان تمت 34 سنة ولغاية دلوقتي لا اشتغلت ولا اتجوزت. انا نفسي اصور صورة زي صورة هايدي اللي منزلها امبارح على الانستجرام، ضحكتها كانت فيها كانت حلوة وكانت طالعة من قلبها، والفستان اللي كانت لابساه كان تحفة عليها. يا بختها، قد ايه حياتها حلوة، عمري ما شفت لها صورة وهي مكشرة. مفيش فايدة، أنا كمان لازم أبقى مبسوطة وسعيدة، لازم أفرح من جوايا. ألو، أيوة يا نهى. إيه؟ بتقولي إيه؟ هايدي انتحرت؟